نكمل يا شباب عند نمبر 11. عايز اروح عند ادم وليد. ادم يس مس لازم نقرا ونترجم اللي ما بره ونبتدي نعرف اللي ما بين الاقواس ايه. يعني لما اجي اقول از اهوت ليكويد روك، صخور سائله سخنه جدا انفجرت، ذات كومز اوت، بتخرج من البركان اوف فولكانو، يا ترى ده سويل ولا اش ولا ماتفلو ولا لافا؟ لافا يعني ايه لافا؟ حمم. حمم بركاني بالظبط كده. لكن ماتفلو طين متدفق، اش الرماد، سويل التربه. اللي مش عارف معنى الكلمه بالعربي وبالانجلش مش هيعرف يحل. طيب is soft wet material that moves down mountains. هي بقى شيء ناعم كده طري مبتل اللي بيتحرك على جوانب داون ماونتينز، على جوانب الجبال. خمن خمن. ماتشي mud flow، تدفق الطيني دوت، شيء ناعم بيتحرك على الجوانب بتاعة الجبال، شيء مادة طرية سائلة بتتحرك كده على الجوانب. لكن لما اجيب لك سيرة بركان على جوانبه بيطلع لافا، حمم بركانية. طيب كويس. عايز اروح عند آدم حازم. is a long soft piece of material، قطعة كده رفيعة طويلة من الماتيريال. ريبون ريبون، الشريط يا مستر. حتى الراجل كان بيشبه نهر النيل لما ركبهم البالون الهوت بالون، كان بيشبهها كأنه سيلفر ريبون. يعني ايه سيلفر ريبون؟ اسمها اللي هو حاجة مطاطة لا، شريط، شريط فضي. طيب شريط فضي. عائشة دخلت متأخر. people use a to carry things، الناس بتستخدم ايه عشان تحمل الأشياء؟ باسكت باسكت. تو كذا، واحدة من دول معناها is to make something start to burn، شيء يبدأ يتحرق. لايت لايت. تخيلي الناس ممكن تقول لايت يعني ضوء، والناس ممكن تقول لايت يعني خفيف. لا، المعنى يولع. تو لايت الماضي بتاعها، حتى كنا قلنا عليه لت، بتتكتب كده. الحاجات الدقيقة دي مهمة جدا، اللي يركز في الأسئلة دي لو جت في الامتحان، امتحان صعب ومعقد، لا أنت تركز. تو لايت، الأجانب يقول له كده، دو يو هاف ا لايت، معاك ولاعة، معاك كبريت، لو أنا عايز أدخن مثلا، يبقى نركز في الحاجات دي. كويس يا عائشة. عايز أروح عند أروى. choose a correct word grammar، هنحل جرامر مش معاني كلمات. وليد has a باي بس. خلي بالك ان ده زمن المضارع التام، المضارع التام اللي بيتكون من هاف او هاز والتصريف الثالث للفعل. traveled traveled اللي اخرها اي دي يا مستر، لان هو الفعل اسمه travel، traveled، traveled. انت تاني. ايه has never a famous person، التصريف الثالث. met met الماضي بتاع ميت، ميت مت، والتصريف الثالث مت. ممتاز الكلام ده. طيب عايز اروح عند حمزة. أميرة اند فارس دول اتنين، يعني هما تنس بيفور، برضو مضارع تام، بس خلي بالك ان دول اتنين ما لعبوش تنس قبل كده. اللي عارف يجهز نفسه. haven't played شاطر يا حبيبي. haven't، لان انا لو قلت هما الاثنين يعني they، وthey بتاخد have و haven't في النفي وبعد كده التصريف الثالث. طيب انت تاني. فارس ده واحد ever traveled by train، هو فارس عمره سافر بالقطر قبل كده؟ is لا، ما ينفعش از، لان هنا في التصريف الثالث يعني مضارع تام. هاز يا مستر، هاز. سلمى، هاف يوسف اند وائل ان اليفانت؟ هاف سين وراها التصريف الثالث يا مستر، ما ينفعش، ما ينفعش اقول هاف سو، هاف سي، هاف سي، ما ينفعش.
اول عينيك ما تلمع هاف او هاز في الجمله او السؤال لازم تحط بعدها التصريف الثالث للفعل. طيب كويس، هاز مام كذا ميت في سيخ فور شم النسيم. هي ماما عمرها مره واحده من دول بتيجي في السؤال؟ ما ينفعش، نيفر بتيجي في جملة النفي. لا يبقى انت ما ركزتيش، قلنا الكلام ده النهارده. طيب مين عارف، مين عارف ايه اللي بيجي في السؤال؟ ايفر ايفر. ايفر 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 هي ماما ايفر عمرها مرة عملت فسيخ في شم النسيم؟ ايفر في السؤال، نيفر في النفي، جاست بتيجي بين هاف او هاز والتصريف الثالث بمعنى حالا اوريدي بالفعل، يعني خلاص حصل الموضوع وبتيجي بين هاف او هاز والتصريف الثالث. طيب عايز اروح عند جودي محمد. Have they ever، اهي جت اهي، another country، هم عمرهم مره زاروا بلد تانية؟ التصريف الثالث visited sorry visited. اه يعني منك. Have you، صيادية، التصريف الثالث بتاع ايت. eight ما ينفعش، لازم نذاكر كتير، ما نذاكرش ساينس وماث والمواد الصعبة ونسيب الانجليزي، مستوانا حلو، ما ينفعش. Have you، eats اه انا هسكت في هذه اللحظة. اسمعي كده تصريف الفعل، ايت ايت eating 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 ده التصريف eating الثالث للفعل، ايتن. طيب عايز اروح عند يمنى. هاز كمال تو ذا ديزرت. هاز ثانية هاز كمال بين راح ورجع، اسمها ايه؟ بين بين، اللي هي الصح بتاعها بن. هاز كمال بن تو ذا ديزرت ليه؟ لان فيرب تو بي بيبقى ام او از او ار مضارع، ووز او وير ماضي، والتصريف الثالث بن اللي هي الناس بتقول عليها بين. ماشي. واز كمال فرايتند، هو كمال كان خايف. وين هي هيز فيرست هوريكان، الجمله في الماضي. So سو كويس جدا. عايز اروح عند زياد. هي the first prize for photographs etched tin. هو فاز بأول جايزة for photographers للمصورين لما كان عنده 10 سنوات. ماضي الجملة في have الماضي. one have one لا يا زياد، عارف ليه حتى ليه ما تنفعش have won؟ هو أنا بقول إيه؟ عشان أول هيت ما بيجيش معاها هاف أيوة كده، يبقى هو بتبقى هون على ماضي، طول. ماضي ون. هو فاز بأول جايزة للمصورين عن عمر 10 سنوات. زياد، have you ever seen a volcano؟ عمرك شفت بركان قبل كده؟ yes. Yes I have. ايوه يا مستر، yes I have. لو ايوه انا كان قال لي عملت نو كنت كده. طيب خلينا نروح بعد كده عند عمر حسام. كمال has a photo of many extreme weather events. هاز والتصريف الثالث للفعل. توك اخبط تيكن وشي، تيكن اخبط وشي تيكن بسرعه ديك عشان تستريحوا مني يا تيكن ابني. تيكن، تيك توك تيكن. كمال هاز ايه in a dangerous situation، عمره ما كان، never been never been، ده ترتيبها has وبعد كده never والتصريف الثالث للفعل. كويس جدا. عايز اروح عند طيب آدم. she has a اسمه lot about taking photos. she has ايه؟ ليرنت الثالث learned، التصريف الثالث للفعل. read and complete، حفظك وفهمك للكلمات والقطع والنصوص وللترجمة. yet يعني ما زال. largest الأكبر، soil التربة، صحارى ديزرت. there are very big sand dunes in the، صحارى ديزرت آه في كثبان رملية كبيرة جدا في الصحارى ديزرت.
كويس جدا. أروى. We haven't visited أسوان. yet. ما زلنا. بتيجي في آخر السؤال وإيه يا أروى؟ وآخر جملة النفي. الجملة المنفية. طيب the fish river canyon is a canyon in Africa. largest. صيغة التفضيل superlative is the largest، بنزود للصفة est. الكانيون الوادي بتاع نهر السمك ده هو أكبر وادي في أفريقيا. كويس جدا. آدم حازم is the top part of the earth in which plants grow. سوري. التربة هي الجزء الأكبر من الأرض اللي بتنمو فيه النباتات. أنت تاني. Read and complete the text with words from the box. Eroded يعني متاكل، متآكل. Noise ضوضاء، river النهر، canyon الوادي. The Victoria Falls، شلالات فيكتوريا، are an enormous waterfall in Zimbabwe. Zimbabwe إيه؟ ده كان اسم إيه كانيون ده؟ مين؟ كانيون لا يا اسطى. كان ريفر اسمه زيمبازي ايه؟ ريفر ريفر. كان اسمه نهر زيمبازي. ايه يا مستر الكلام ده، انا مش مصدقك. طب ما تيجي نشوف، ما تيجي نشوف النص فعلا كان بيقول ايه. تعال نجيب كده كينكت بلاس 5، ولو انا كتبت كلمة زيمبازي دي هيظهر لي ايه؟ اهو بص كده، اقرا زيمبازي ايه؟ ريفر عرفتوا ليه؟ النصوص مهمة، معلومات علمية. طيب every minute، كل دقيقة 5 مليون كيوبيك meters of water، خمسة، أكتر من 5 مليون متر مكعب من المية بيقع. falls into a big ايه؟ كانيون وادي ما بين الصخور، كانيون. طب وادي يا مستر ما بين الجبال اسمه فالي. طيب كويس جدا سلمى. which the water has a، لا which the water has a، المية بيبقى عندها ايه؟ لو كملت الجملة the water makes a lot of a، eroded فعلا، has eroded هنا، eroded ان المية بتاكل، بتتاكل اي شيء، بتقعد تنحت في الصخور. The water makes a lot of ايه؟ noise، بتبقى في ضوضاء قوية جدا as it falls، كأنها بتقع. طيب خلينا نروح بعد كده عند عائشة. read and match. they visited a restaurant and، هم زاروا مطعم و، They ate chicken and rice. بالظبط كده، كلوا فراخ ورز. Rainbow Bridge is one of the largest ايه يا عائشة؟ Natural arches in the world. من اكتر الاقواس الطبيعية في العالم. كويس جدا. عايز اروح عند شدوى. Lava is a، Hot liquid rock. دي حمم بركانية، صخور سايحة طالعة من باطن الارض. منى has never، منى عمرها، Eaten fish soup. عمرها ما اعرفش ازاي ايتم، بس ماشي، عمرها ما كلت، هي المفروض عمرها ما شربت شوربة السمك. ماشي كويس جدا. خلينا نروح بعد كده عند ال correct the underline word، the grammar. grammar موجود معانا جودي محمد. الكلام ده غلط. كمال's parents، دول اتنين، جمع بابا وماما كمال، has traveled to many countries. المفروض مش has، امال المفروض اقول ايه؟ have، لأن have traveled مع to many جمع، لأن countries. they have. she has never been in a dangerous situation. ما ينفعش مع هذا أقول be، أمال بقولها إيه؟ Where أنا زعلان يا جودي الصراحة، لازم تذاكري كتير. be been اللي أنتوا بتقولوا عليها been، لأن بعد has أو have بيجي التصريف الثالث بين، فما ينفعش اقول بي. طيب مريم، هاف ساره بين تو لندن؟ ساره دي واحده يعني شي، ينفع اقول هاف مع شي؟ No. امال اقول ايه؟ Has.
Yes. has Sarah been to London? They has been أو they have never seen a camel before. عمرهم ما شافوا جمل قبل كده. زي بتاخد have ايه؟ have. بالظبط كده. طيب حمزة، we have gone to Victoria Falls yet. yet دي بتيجي في حاجة، يا إما في السؤال يا إما في الجملة الإيه؟ ما في يعني لازم تنفي have تبقى haven't haven't. عرفتوا بقى لو الأسئلة دي جت في الامتحان الناس هتقول الامتحان صعب ومعقد، لأ لازم أبقى فاهم في جملة في الجرامر في دليل بيخليني أحل، بفكر بعقلي مش بحفظ وخلاص. طيب عايز أروح عند محمد أشرف. Read the passage then answer the question. طيب the pinnacles are one of the most unusual geological formations in Western Australia. الكلمة دي أمانة ما قلتلكوش عنها، والكلمة دي ما مرتش علينا وما ظنش اللي أنا أدركتها في الشيت. هل أنت عارف يعني إيه pinnacles؟ No. طب مين عارف؟ No. pinnacles مين عارف؟ حلو بقى اللي هي جت معانا، بتتقال بلغة الجيولوجي اللي هو علم الجيولوجيا القمم أو النتوء. قمم كده موجودة في واحدة من one of the most unusual geological formations in Western Australia. قطع قمم موجودة كده في غرب استراليا، تكوينات جيولوجية. They are group of tall white rocks. عاملة زي مجموعة من الصخور البيضاء in Nambung National Park في حديقة بارك الوطنية. The pinnacles are 25,000 to 30 years old. بقالها من 25 ل 30 ألف سنة. They are made of white limestone مصنوعة من الجير، الحجر الجيري. The tallest columns العواميد الكبيرة are between 3 and 5 meters tall. هاي ارتفاعها كده ومصنوعة وارتفاعها تقريبا من 3 ل 5 متر. The best time of a day to see them، أحسن وقت تشوفوا فيهم في اليوم is early in the morning or late afternoon، يا إما الصبح بدري يا إما متأخر في المساء. The best time of year to see them is between August and October. أفضل وقت في السنة عشان تشوفهم ما بين أغسطس وأكتوبر. When the desert is full of beautiful wild flowers، لما تكون الصحراء مليانة الورود البرية الجميلة. You can drive there from the city of Perth in 2 hours. ممكن تسوق هناك من مدينة بيرث in 2 hours. محمد أشرف. The pinnacles are unusual geological formation in Western أستراليا Australia. The أستراليا pinnacles are a group of tall واي white rocks. معاذ، answer the following questions. How old are the pinnacles؟ كم عمرها؟ من كم سنة؟ بقالها قد إيه؟ The pinnacles are 25,000 to 30,000 يا اسطى years محمد، ago. معاذ مش موجود النهارده فانت بتجاوب نيابة عنه، مبسوط مني؟ How high are the مبسوط. tallest columns؟ جاوب بقى. How high ارتفاعها قد ايه؟ The tallest columns are between 3 and 5. ماشي يا اسطى متشكرين. 5 meters high الارتفاع. طيب order the words to make correct sentences. عايزين نرتب عشان نعمل الجمل. محمد حاتم، القارة الإفريقية ها مكان رائع، تكون مكان رائع. لا لا بالراحة بس، بص بص. أيوة الصفة بتيجي قبل الاسم. The ذا African أفريقيا continent مالها؟ is is الفعل is. an amazing place. The African continent القارة الأفريقية مالها؟
is an amazing place. حفظتكم كتير. ايه او ان الصفة اسم. An amazing صفة place اسم. محمد you have traveled a ship on. هو انت سافرت على المركب؟ have travel on on a a ship. Have you traveled on a ship? Have you traveled in or on a ship? كويس يا محمد. عمر this story I have told you already. أنا بالفعل قلت لك القصة. already بتيجي بين have أو has والتصريف الثالث. I have already told you this story. شطور. I have already told you this story. يا عم أنا قلت لك القصة دي قبل كده. طيب is special what about the lover of island. What is لا ثانية. فكر اكتبها ما تردش عليا لما تكتبها، رتبها في عقلك او اكتبها. خبيثة What شوية. about اللي اعرفها يبقى شاطر. طيب ها انت بتتكلم صح بس في حتة تركاية كده. لا مش عارفة بس ناس كتير رفعت ايديها. انا بس قبل ما اخليك تسمع الاجابة وات ايه هو اللي مميز عن كذا 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 يمنى. What is special What is special؟ إيه هو اللي مميز about؟ about the lava of island لا the Java، جزيرة the جافا. The Java أو the island of Java، آسف the island of Java. دي مش لافا، أنا فاهمك اللي أنت بتقولي الحمم. لا لا لا، هي دي الجزيرة اسمها جافا اللي هي بالعربي جاوا. What is special؟ إيه اللي مميز؟ What is special about the island of Java، جزيرة جافا. Write a paragraph of 50 words about. اكتب paragraph 50 كلمة عن the Sahara Desert. ده اللي أنا بقول لك عليه. لو أنت مركز تمام في القطع والنصوص نكتب paragraph كده جميل من 50 كلمة. يعني لو كتبت 10 جمل كتبت 8 جمل، كل جملة فيها مثلا 10 كلمات ولا 6 كلمات، الدنيا هتمشي. تعال اوريك اللي انا اقدر اكتب جمل short correct sentences، جمل سهله وقصيره وبسيطه. الجمل اسال نفسي الجايدنج ووردز، هو انا عارف معناها؟ ناتشورال يعني طبيعي، وندرز يعني عجائب، لارجست الاكبر، 11 كانتريز بتغطي 11 بلد، ساند دونز فيها كثبان رمليه قدام عينيك. يبقى انا لما اجي اختار العنوان هقول ذا سحارا ديزرت is one of the most natural wonders. فين؟ في مصر؟ in Africa. يبقى بنسيب طبعا شوية نقط كده في الأول. خلينا نكبر لكم الخط. The Sahara Desert is one of the most natural wonders in Africa. One of the most natural important. بلاش بس كده، important يعني مهمة. Natural wonders in Africa. واحدة من أهم العجائب الطبيعية في أفريقيا. It is the largest desert in Africa أو in the world. It is the largest، هي الأكبر desert in the world، في العالم. ليه يا مستر؟ لأنها بتربط 11 دولة ببعض. It covers 11 countries. بتغطي 11 دولة. فاعل وفعل وتكملة الجملة. يوجد كثير من الكثبان الرملية فيها. There are a lot of sand dunes in the Sahara Desert. صحراء. الصحارى دي a lot of animals and plants live there. People الناس
go to people go to Sahara desert. People go to Sahara desert in summer. It is very hot place. مكان حار جدا. It's better. أو بلاش كده، بحاول أوسط لكم جمل. We can go early in the morning. ممكن نروح بدري في الصباح عشان المكان بيبقى حار جدا. There are a lot of animals in the desert. Like أنا بألف deers يعني غزلان and rabbits، مش ديرز بقى، دير بس لأنها مفرد وجمع. I like to visit، أنا عاوز أزور the Sahara Desert. صحراء the Sahara Desert. طيب نرفع الكلام ده على الجروب اللي محتاج يكتبه بعد كده. طيب خلينا نروح عند الستوري يا شباب، سيبنا بقى من يونت 3 طالما ما حدش هيمتحن فيها، هنبقى نرجع لها بعدين. Activities read دي موجودة في الأول، page number 10، اللي معاه الكتاب page number 10، اللي معاه الشيت برضو يشوفها. جوباري was born، كل واحد ياخد له كده ثلاث أسئلة. آدم، جوباري was born in وادي الجمال. جوباري ده فعلا اتولد في وادي الجمال، ايه رأيك في الكلام ده؟ True. True. جوباري didn't want to live in وادي الجمال، ما كانش عايز يعيش في وادي الجمال وكان بيدور على وادي تاني. وادي الغزلان. ايوه يعني true ولا false؟ لا true. يا عم ايوه true، كان بيقول لها ماما هروح ادور على وادي الغزلان. سوبيرا اللي انا قلت عليها سوبري في الفيديو بس كنت بقولها بسرعة، هي سوبيرا. توت جوباري which animals were dangerous، مامته علمته ايه هي الحيوانات الخطيره. True. شروف في اول سنه فعلا علمته الكلام ده. طيب عايز اروح عند اروى، وادي الجمال isn't the perfect place for gazelles. False. غلط يا مستر، وادي الجمال مش المكان المناسب للغزلان. ازاي؟ ده هناك عندهم الاكاشا تري وعندهم دافيدل الاكل اللي بياكلوه نبات النرجس. The acacia trees شجر الاكاشا leaves الورق gives gazelle food and water، بيديهم الطعام والميه True. علشان كده ما بيحتاجوش يشربوا كتير. acacia trees don't need gazelle. طب الاكاشا تريز ده يا مستر مش محتاج الغزلان. False. لا يا مستر محتاج الغزلان. هقول بشكل مختصر، الغزلان بتاكل البذور وبتنقلها لمكان تاني في الصحراء وانتوا عارفين ازاي، وبالتالي اشجار الاكاشا بتنمو في مكان تاني. محدش يقول لي ازاي، انتوا عارفين. طيب ادم حمزه او ادم حازم، read and Yes, Mr. complete. لو انا قاري القطعه كويس بتاعت النصوص او القصه كويس هعرف اجاوب. طيب وهتلاقي الكلام سهل. جوباري was born in، كان مولود فين؟ وادي الجمال. أهي وادي الجمال. وادي الجمال. فطبعا كلنا بقى نبقى عارفين وادي الجمال بتتكتب ازاي. طيب انت تاني، when جوباري was young، لما كان صغير، سوبيرا taught him which A to eat. Which food? لا ما كانش موجود فود، النباتات which plants Plants, plants. to eat، مش طعام، مش أي طعام وخلاص. سوبيرا كان بياكل showed أكاشيا جوباري trees. where to rest on، مامته علمته يستريح في الأيام Hot days. الحارة. hot days، في الأيام الحارة hot days. طيب عائشة، جوباري and سوبيرا favorite food was، أكلهم أكاشيا المفضل تريز. كان إيه؟ نبات النرجس. أكاشيا تريز. لا لا كان اسمه دافوديل. تفضل. دي اي اف اف او
دي اي ال نبات النرجس. They got enough water، كانوا بيحصلوا على الميه from من شجره الاكاجا بقى. The acacia ايه؟ trees. acacia trees. leaves. ماشي، هو الليفز او التريز كلامك صح، شجره وعن طريق الليفز فعلا acacia leaves اهي. طيب answer the following questions، عايزين نجاوب على الاسئله. answer the following questions. شدوى، what did جوباري the gazelle learn from his mothers؟ اتعلم ايه من مامته؟ اتعلم ايه الحيوانات الخطيرة؟ which animals were ايه؟ We're dangerous. dangerous. هي دي الكلمتين اللي انا عايزك تكتبهم. اه لما تروح الامتحان هتكتب كده he learned، وتروح كاتب كده that which animals were dangerous، الحيوانات الخطيرة. طيب what does وادي الجمال mean in English؟ اسمه ايه بالانجلش؟ وادي اوف، Gases. لا انا بسألك على الجمال اسمه ايه بالانجليزي، الكلمة دي بالانجليزي. وادي اوف كامولز، وادي اوف كامولز بتتكتب كده. كويس جدا. طيب عايز اروح عند حمزة. اشترى What كنت good الحصة Mary، اللي فاتت تقريبا خدت الاستوري الحصة اللي فاتت. ميرسي كتير مريم. What do Jubari and his mother drink in the wadi؟ بيشربوا ايه في الوادي؟ What do Jubari and his mother، آسف أنا قلت السؤال التالت drink، هي eat، بياكلوا حاجتين أشجار ايه؟ والدافيدل، دافيدل ليف أكاشا تري أو ليفز اه والدافودل، بصوا ده بياكلوه، ما تنسيش عدم الكلمه دي، بياكلوا النبات دافودل اند اكاشا تريز، اشكار الاكاشا. انت تاني، وات دو جوباري اند هيز ماذر درينك ان ذا وادي، بيشربوا ايه في الوادي؟ وات واتر فروم ايه؟ بتجيلهم منين؟ من الاكاشا ايه؟ ليفز. ليفز water from acacia leaves، زي ما leaves. عائشة كانت بتقول. طيب كويس جدا. سلمى، how do gazelles help the acacia trees؟ بيساعدوا ازاي الغزلان الاكاشا تريز ان هم بياكلوا ايه؟ feeds to new place، they take بياخدهم، they eat and they take seeds أو their seeds البذور بتاعتها to new place، لمكان جديد. طيب السؤال الأخير، why does Jubari leave the وادي؟ هو ليه ساب الوادي يا سلمى؟ عشان يبحث عن، يعني يبحث عن to look for، علشان يدور على إيه؟ وادي of gazelles، عشان يدور على وادي الغزلان. طيب خلينا نروح عند الأسئلة اللي بعد كده يا شباب. read and write true ولا false، ناقص 6 دقايق عايز أجاوبهم أنا علشان ما نرجعش ندخل تاني. the first animal جوباري met was a dugong، أول حيوان قابله انيمال كان الدوجونج. طب خليني ارفع الميوت، ايه رايكم في الكلام ده؟ True. 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 The sea water True. was fresh، ميه True. البحر False. كانت True. cold. False. لا False. طبعا the False. salty water. False. The mangrove forest is so salty for جوباري، True. 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 ميه True. مالحه لجوباري. True. جوباري can run True. fast in راس هانكاروب بيتش، False. صح False. لانه False. غلط، راس False. هانكاروب رمل ومش هيعرف الغزال يجري. The جبل إلبا is very steep for جباري's leg، جبل True. إلبا True. منخفض جدا True. على رجل جباري. Lake Nasser is a natural lake، غلط True. احنا اللي صنعناها. False. False. The crocodile التمساح False. looked like a dead tree in the water، True. فعلا True. كان True. عامل True. زي الشجرة الميتة في المية. read and complete the sentences. The sea water was very salty، كانت مية مملحة for جوباري. The A lives in the forest، مين اللي كان عايش
مانجروف فورست الدوغونج اللي كان قال له بيقول لنا دونجا الدوغونج. The turtle has her eggs، السلحفة كان عندها الإيجز بتاعها in the ايه in the sand، كانت مخبية البيض بتاعها في الرمل. جوباريز ايه were going into soft sand، رجله كانت بتغوص legs. ايه اللي كان بي lives in جلبل علبة اللي هو النوبيان ايبكس، نوبيان ايبكس النعجة النوبية ايبكس بتتكتب كده اي بي اي اكس. جبل علبة is very ايه for gazelles، ستيب منحدر قوي ما يعرفش يطلع عليه الغزلان. The crocodile is a animal dangerous، حيوان خطير dangerous animals. مين the lives in the lake ناصر، التمساح كروكودايل، تمساح هو اللي عايش في جزيرة أو في بحيرة ناصر. Answer the following dialogue، answer the following questions، هجاوب على الأسئلة شفوي. Where does the dugong live؟ الحيوان الأطوم ده كان عايش فين؟ In the mangrove forests، في غابة المانجروف. What lives on the beach؟ إيه اللي كان بيعيش على الشاطئ؟ السلحفاء the turtle. Why did Jubari's leg become tired؟ ليه رجله كانت وجعاه؟ لأن الراجل خدها من شرقها لغربها وكمان رجله وجعته في جبل علبة لأنه كان very stiff. Why did Jubari's leg become tired؟ ليه كانت رجله وجعاه؟ Because he went north, south, east, west and he stepped. كان كمان because the mountain was very steep، كانت المنحدر كان very steep يعني الجبل كان منحدر قوي. Where does the Nubian ibex live؟ النوبيان ايبكس كانت عايشة على جبل علبة. إلبة إن جبل إلبة، جبل إلبة. What does the crocodile look like؟ التمساح كان عامل زي شجرة ميتة. A dead tree. ما أعتقدش هيجي لكم أكتر من كده. حلوا أنتوا دوت. لو حد عنده أي سؤال يبعت لي. ولكن إحنا كده خلصنا مراجعة على أكبر قدر على يونت 1 ويونت 2 وأغلبية الأسئلة في الستوري. وهرفع الفيديوهات على جوجل درايف وهبعت لكم اللينك اللي محتاج يتفرج عليها تاني النهارده، حد عنده امتحان وسهران او بكره اتفرج على الحصه تاني قبل الامتحان، هي نفس الاسئله اللي المفترض هتجي لكم في الامتحان يا شباب. ثانك يو. بكره ميعادنا طبعا في الاي سي تي الساعه 9، هناخد درس واحد احضره من اللي بيحضر في الاي سي تي وما تدلعوش، هو درس واحد ومعانا وقت كبير للدروس تانيه في وقت تاني، بس يعني لو نص ساعه حتى هنستفيد. ثانك يو يا شباب.